ان شاء الله دلوقتي هنبدأ في الهيموليتيك انيميا ونشوف فيها ايه وايه يعني المفروض هنقول ايه فيها. اول حاجة هيموليتيك انيميا معناها ايه؟ معناها ان كرات الدم الحمراء بتتكسر، وزي ما قلت لكم قبل كده ايه ليتك هنا معناها ايه؟ يكسر خلاص. طب ايه سبب التكسير ده؟ زي ما قلنا قبل كده، والله عندك سيل ممبرين بره، عندك انزيمات جوه، وعندك ايه هيموجلوبين. لو ده باظ هتتكسر، لو دي باظت هتتكسر، لو الهيموجلوبين باظ هتتكسر، وهنعرف ليه. تمام. طب ايه بقى بشكل عام كده، لما عيان يجي لك عنده هيمولوتيك انيميا، ايه الجنرال فيتشرز بتاعت العيان ده، او ايه يعني ايه المواصفات العامه اللي هتلاقيها في اي هيمولوتيك انيميا؟ قال لك اول حاجه هتكون نورموسيتيك نورموكروميك انيميا. حلو، اهو عندك ده بلود فيزل في كرات دم حمر، ايه حبه حصل فيهم مشكله، نفترض دي حصل فيهم مشكله، حصل فيها مشكله، والباقيين ما حصلش فيهم مشكله. طبعا يعني الكلام ده ايه يعني، لو في مشكله انت صلحتها. تمام، تعالوا نشوف الاعراض. قال اول حاجه قال لك هي تبقى نورموسيتيك ونورمال ايه ونورمو كروميك، اللي هو يعني الام سي في بتاعها والام سي اتش بتاع ايه هيكونوا نورمال. طب العيان ده لو عملت له تحليل دم ايه اللي هيحصل عنده؟ قال لك هتلاقي الار بي سيز كاونت قليله، قلت الار بي سيز كاونت ليه؟ خلاص الخلايا عماله تتكسر، خلايا الدم الار بي سيز عماله ايه تتكسر، فبالتالي لما تتكسر عددها هيقل. طب الار بي سيز دي بتبقى بطولها كده ولا معاها هيموجلوبين؟ قال لك لا معاها هيموجلوبين، فبالتالي كمان نسبه الهيموجلوبين هتقل، وكمان الهيماتوكريت فاليو اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده ايه هيقل. ليه؟ الهيماتوكريت فاليو ده بيقيس نسبه حجم الكرات الدم الحمراء على نسبه حجم الدم كله، فانت قلت كرات الدم الحمراء فبالتالي الهيماتوكريت فاليو ايه هيقل. تمام. وطبعا انت عندك هنا مشكله في السيل ميمبرين، احد اسباب عندك مشكله في السيل ميمبرين او الانزيمات او الهيموجلوبين ذات نفسه، لو في مشكله ممكن يعمل لك مشكله في الشكل، هتديك اب نورمال يعني شكل غير طبيعي، مش الشكل الطبيعي اللي هو الباي كونكيف بتاعنا، بيسموه بكيلو سايتوزيس، اب نورمال سايز، الحجم اللي يعني هنا الشيب هنا السايز، بيسموه الاب نورمال سايز ده بيسموه انيسو سايتوزيس. واخر حاجه بيقول لك فيه هيزيد حاجه اسمها الريتيكولوسايز. ايه الريتيكولوسايز دي؟ قال لك بص يا سيدي، قال لك ده البون مارو اللي هو النخاع العظمي، النخاع العظمي ده فيه الخلايا الام اللي بتطلع ايه الار بي سيز في الاخر. قال لك الار بي سيز دي كده مش بتطلع مره واحده، لا دي قال لك بتطلع على مراحل، وكل مرحله الخليه بتنمو فيها اكتر عشان توصل لشكلها النهائي اللي هو ايه كرات الدم الحمراء. قال لك اثناء ما بتعدي على المراحل بتعدي على مرحله اسمها ايه الريتيكولوسايت، دي تقدر تقول عليها ايه اماتيور ار بي سيز، اماتيور ار بي سيز. طب ايه قصتها؟ قال لك دي بتطلع من البون مارو تلف في السيركيوليشن شويه بعد كده تتحول لماتيور ار بي سيز. طب ايه السبب ان الاماتيور ار بي سيز دي زادت؟ قال لك بص دلوقتي انت عندك هيموليتيك انيميا، كور الدم الحمراء عماله تتكسر، يعني ار بي سيز عددها ايه هيقل. طب الار بي سيز لما يقل ايه اللي هيحصل؟ نقل الاكسجين للدم هيقل. طب ماشي، طب ده هيعمل ايه؟ قال لك ده هيطلع هرمونات وهيحفز اجهزه في الجسم انها تروح تعمل تحفز البون مارو ده ان هو ايه يطلع دم، يعني تروح كده تبعت له حاجات تقول له ايه ابوس ايدك طلع ار بي سيز، احنا محتاجين ار بي سيز عشان ايه ينقل اكسجين. فبالتالي الخلايا اللي هي الام تبدا ايه تسرع عمليه انتاج الار بي سيز وتبدا تنمو اسرع. طب لما تنمو اسرع اثناء المرور بموضوع الار بي سيز ده، مش الريتيكولوسايت ده هتزيد لان هو بيعدي خلايا ام مثلا تطلع شويه ريتيكولوسايت يدخلوا يلفوا في الدم يدوا ار بي سيز، طب ما انت عمال تخليها تزود كميه الدم اللي هي بتنتجها، فبالتالي كميه الريتيكولوسايت كمان ايه هتزيد. ماشي تمام. بيقول لك بون مارو هايبر بليزيا، نفس اللي كنا قلنا عليه. يعني ايه هايبر بليزيا اصلا؟ هايبر يعني زياده، يعني ايه بليزيا؟ بيقول لك هايبر بليزيا معناها زياده في عدد الخلايا، increase number بتاع السيلز، زياده في عدد الخلايا. تمام. طب برضو البون مارو ليه هيحصل فيه الهايبر بليزيا دي؟ قال لك خلاص انت قللت الار بي سيز ومحتاج اكسجين، فبالتالي قله الار بي سيز هتقلل وصول الاكسجين للخلايا، هتحفز اجهزه، هتبعت هرمونات وهتبعت حاجات للبون مارو او لخلايا البون مارو تخليها تزيد في العدد علشان تطلع لك ار بي سيز عشان تعوض النقص اللي عندك.
وهيحصل لك ايه بقى؟ ايه الطحال؟ يبقى احنا كده بصوا ايه، اتكلمنا على الار بي سيز في الاول وشكلها، بعد كده هندخل بقى نتكلم على السيستم، ثلاثة سيستم كده، ثلاث اجهزة يعني او ثلاث وظائف. اول واحد اللي هو بون مارو، بعد كده هندخل على الطحال، اعتبر معايا ان ده الطحال. وبعد كده هنتكلم على حاجة تخص الليفر شوية، حاجة ايه تخص الليفر شوية. طيب احنا كده اتكلمنا على البون، سبلين، ليفر. حلو قوي. قال لك ايه اللي بيحصل في السبلين ده؟ قال لك بيحصل حاجه اسمها سبلين وميجالي. يعني ايه سبلين وميجالي؟ ميجالي يعني كبير، يعني السبلين بيكبر. حلو قوي. ليه السبلين بيكبر؟ قال لك هو خلايا الدم اللي باظت دي هتتكسر فين؟ قال لك هتتكسر في السبلين. طب دلوقتي هل الطبيعي وانت كده، يعني انت انسان كانسان نورمال، الطبيعي ان خلايا الدم عندك بتتكسر؟ اقول لك لا، بتتكسر بس بريتم معين، مخلي حجم السبلين معين. طب انت زودت الخلايا اللي عايزه تتكسر، صح؟ زودت الخلايا اللي ايه؟ اللي انت عايز تكسرها. طب بالتالي مين اللي وظيفته هتزيد؟ السبلين، الطحال وظيفته هتزيد. هتزيد ليه؟ علشان يكسر الخلايا، هو المسؤول عن تكسير الخلايا، فلما تزود تكسير الخلايا هتزود الوظيفه. طب الوظيفه دي يعني مش لما تزيد مش مفروض كمان الخلايا في السبلين تزيد وحجمه يزيد علشان يقدر يعمل لك الفانكشن ده؟ يعني هل ينفع تجيب طفل صغير تقول له شيل 5 كيلو؟ لا، لازم تخليه يكبر الاول، يوصل مثلا ايه يعني يكبر كده والعضله عنده تشد، وتقول له شيل 10 كيلو. فعشان كده السبلين بيكبر. وكتاب بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك يعني جود ريسبونس تو سبلينكتومي. يعني ايه؟ بيقول لك ايه؟ يعني عيان الهيموليتيك انيميا لو عملت له سبلينكتومي تكسير الار بي سيز هيقل. فبالتالي ده يعني هيقلل ايه؟ هيقلل تكسير ار بي سيز، وبالتالي هيقلل الهيموليتيك انيميا. بس طبعا ده طبعا محدش بيلجأ له غير في الاخر خالص، غير لما ييأسوا ويأسوا من الادويه كمان. يعني ده في الاخر خالص خالص خالص. تمام كده احنا خلصنا النورموسيتيك نورموكروميك اب نورمال شيب وسايز بالريتيكولوسايتس، البون مارو هايبربليزيا او هايبربليجيا، وبعد كده في سبلينوميجالي، وفي جودرز موست سبلينكتومي. اخر حاجه الجوندز. ليه بقى في جوندز دلوقتي؟ انت عندك قلنا قبل كده ان خلايا الار بي سي دي لما تتكسر هتطلع ايه؟ هتطلع في ال هتطلع الهيموجلوبين. طب الهيموجلوبين ده بيتكون من ايه؟ ثلاثة بارت، عندك جلوبين، وعندك ايرن، وعندك ايه؟ بالليفردن. تمام. انت البليفردن هتحول لبيلي روبن. الكميات الطبيعيه بتاعت البيلي روبن اللي هو لما الخلايا الدم بتتجدد وبتتكسر وكده، الكميه الطبيعيه مش كفيله انها تعمل لك جوندس او تعمل لك صفرة. ليه؟ بالمناسبه ده لونه اصفر كمان، يعني بيلي روبن ده لونه اصفر. ليه الكميات العاديه مش بتعمل لك صفرة؟ قال لك بكل بساطه لان ده بيروح للليفر، الليفر بيتخلص منه في الاسطول، وخلاص كده خلصنا من البيلي روبن. طب في حالات الهيموليتيك انيميا ايه؟ قال لك لا، في حالات الهيموليتيك انيميا التكسير الار بي سيز بيكون زياده، مش بيكون زي النورمال. وكمان الهيموجلوبين، كميات الهيموجلوبين اللي طالعه هتكتر، يعني انت كترت تكسير الار بي سيز، فبالتالي كميه الهيموجلوبين اللي طالعه هتبقى اكتر من النورمال. طب ماشي، هتدي بالليفردين زياده، هتدي بالليروبين زياده. البليروبين الزياده ده الليفر مش هيقدر يتخلص منه كله، هيتخلص من حبه وهيسيب حبه في الدم. طب الحبه في الدم دول هيعملوا ايه؟ هيبداوا يترسبوا كده في الجسم ويديك اللون الاصفر اللي بيحصل في عيان الفيروس اللي هو عيان الكبد. لو اكيد لو حد فيكم شاف قبل كده عيان عنده فيروس ايه، هتعرفوا اللون الاصفر ده بسببه ايه؟ اللي هو البليروبين. فبالتالي يعني ايه؟ زياده البليروبين هتكون زياده اكتر بكتير من قدره الليفر انه ايه؟ يتخلص منه. تمام. طب ماشي، البليروبين كده كده نزل في الليفر، ونزل كمان بكميات ازيد من الطبيعي. تمام. نزل بكميات ازيد من الطبيعي، وانا قلت لكم قبل كده ان البليروبين ده لونه ايه؟ لونه اصفر، يعني هو اللي هيدي الاسطول لونه. فبالتالي الاسطول هيبقى غامق، لان كل ما تكتر كميه البليروبين كل ما تدي لون اكتر، كل ما اللون ايه؟ يغمق. طب البليروبين اللي ما نزلش او الليفر ما تخلصش منه هيروح فين؟ هيروح بقى على الكدني، المسلك الثاني ليه. خلاص ادام الليفر ما نفعش، ادام سكه البراز ما نفعش، تعالى نشوف ايه سكه البول. ينزل في البول يديك بول برضو لونه غامق. دي الجنرال فيتشرز بتاعت الايه؟ الهيموليتيك انيميا. تعال نشوف انواع الهيموليتيك انيميا. قال لك اول نوع نبدا بيه مشكله في السلم برين، اسمه كونجينيتال سفيروسايتوزز. كونجينيتال سي، اعرف ان ده مشكله ايه في السلم برين. تعال نشوف الباثوفيسيولوجي بتاعه او ايه المشاكل اللي بتحصل فيه.
قال لك هو ديكريز الار بي سيز سبكترين بروتين. فاكرين السبكترين بروتين ده؟ ده كان في السيتوسكيلتون. سايتو ايه؟ سكيلتون. طب كانت ايه وظيفه السيتوسكيلتون ده؟ هتدي الريجيديتي يعني الصلابه والشيب بتاع الار بي سيز او بتاع الخليه بشكل عام. فدلوقتي ده لو حصل فيه مشكله الصلابه بتاعت الخليه وشكل الخليه ايه هيتغير. طب ايه اللي هينتج او ليه سموها سفيروسايزوز؟ طبعا كونجنيتال لانها هيريديتري اللي هو مندليان دوميننت نون سكس لينكد يعني اللي هو جينات سائده اللي هو يعني اللي هو الجينات بتاعت السائده ونون سكس لينكد يعني ما بتتشالش على الجينات اللي هي بتاعت السكس اللي هي الاكس والواي والكلام ده. تمام. ليه بقى سموها سفيروسايتوزيس؟ بص سفيروسايت معناها دايره، الخلايا الدم هتبقى دايره. طب هو هل ده الطبيعي؟ قال لك لا، الطبيعي ان الار بي سيز بتكون ايه؟ باي كونكيف. قلنا باي كونكيف ده كان بيزود ايه؟ السيرفيس اريا، المساحه العامه المساحه الكليه بتاعت ايه؟ الار بي سيز. طب لما يبقى دايره؟ قال لك خلاص يعني كده مش هيبقى فيه باي كونكيف صح؟ طب لما الباي كونكيف ما يختفي؟ قال لك هتقل السيرفيس اريا، هتقل ايه؟ السيرفيس اريا. طب انت استفدت ايه لما يعني ايه المشكله لو قل السيرفيس اريا؟ بكل بساطه قال لك مش الاكسجين ده بيتم يعني الخلايا الدم بتبدل الاكسجين ما بينها وما بين الخلايا وتاخد مكانها سي او 2 وهكذا. قال لك خلاص، طب انت دلوقتي مثلا كنت مديها مساحه مثلا يعني ادي رقم قول 5 مثلا 5 سنتيمتر مكعب مثلا يعني الرقم اي رقم ده بتاع النورمال. طب خليتهم 3 سنتيمتر مكعب، بالتالي تبادل الاكسجين اكيد هيقل عشان قللت المساحه اللي كان بيتبدل خلالها. وايه تاني اللي هيحصل؟ قال لك ان برضو قال لك برضو ان الديفكت في السيل ميمبرين ده هيزود الصوديوم برميابيليتي، وده مهم جدا. ليه بقى؟ قال لك ار بي سيز اهو لو 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 الصوديوم برميابيليتي زادت يعني الصوديوم دخل بسهوله او دخل بكميه كبيره جوه الخليه، يبقى بالتالي الصوديوم كميته هتزيد جوه الخليه. طب الصوديوم اتفنى، هل بيدخل لوحده؟ قال لك لا، بيدخل معاه ايه؟ ميه. طب الميه دي هتعمل ايه؟ هتنفخ الخلايا وهتعمل ايه؟ ممكن تكسرها، يعني لدرجه ان النفخ الخلايا ده ممكن ايه؟ يوصل انها تكسرها. فبالتالي ده بيقول لك يعني الموضوع ده بيديها ايه؟ مور فراجايل ار بي سيز، يعني الخلايا الار بي سيز هتكون هشه. ليه؟ لانها منفوخه، انت عارف كانك نافخ بالونه على الاخر، هي شكت دبوس وهتفرقع، بعكس لو نافخ بالونه نص نص. دي نفس المنطق، لو نفخت الخلايا زياده عن اللزوم هتفرقع بسهوله. تعال نشوف اللاب المعمل ايه النتيجه بتاعته. قال لك طبعا الجنرال فيتشرز دي ثابته معانا في الهيموليتيك انيميا. بيقول لك الار بي سيز ار فراجايل، يعني ايه ار يعني ايه فراجايل او هش يعني ايه؟ بيقول لك التكسير بتاعها سهل في خلال الاسبرين او الاسموتيك فراجيلتي. الاسموتيك فراجيلتي ده اللي هو انت ممكن تجيب الخلايا تحطها في ميه مثلا، الميه هتدخل بسهوله. ليه؟ عشان في جوه صوديوم كتير فبالتالي يكسرها. هتاخدوها على فكره يعني دي ليها تجربه عندكم في العمل ان شاء الله. يبقى كده ايه؟ الخلايا هشه هتتكسر بسهوله في الاسبرين وهتتكسر بسهوله ايه؟ في الاوزموتيك بالاوزموتيك فراجيلتي. وطبعا هتقلل الاسبكترين بروتين، ده شيء اساسي يعني. تاني نوع عندنا مشكله في الانزيمات. قال لك طب انهي انزيم اللي هيحصل له مشكله؟ قال لك انزيم اسمه جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز. جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز، دي هيدروجينيز. طب حلو قوي. طب عشان انا اشرح لك ليه الانزيم ده هيعمل مشكله لازم نرجع لحاجه احنا قلناها قبل كده. ايه؟ شرحناها قبل كده. ايه؟ فاكرين الصوره دي يا جماعه اللي هي ريديوس جلوتاثيون والاكسيدايز جلوتاثيون والكلام ده؟ احنا اتفقنا ايه؟ قال لك دلوقتي انت عندك مواد بتضر الخلايا اللي هي الهيدروجين بيروكسيد واي اي مواد اوكسيدنت. هنا كتاب كاتب لك مثلا زي ايه؟ الانتي مالاريا دراج، ادويه اللي ضد بتاعت الملاريا، السلفا. السلفا ده على فكره بيدخل في مضادات حيويه كتير، فالعيان اللي عنده نقص في الانزيم ده ما ياخدش سلفا. الفافا بينز، الحاجات دي كلها مواد مؤكسده فبالتالي بتضر الخليه. طب الانسان الطبيعي الحاجات دي مش بتاثر في ليه؟ قال لك لانك عندك ربنا خالق لك جهاز يحميك من المواد المؤكسده. تمام. طب الحاجات دي زي ايه؟ قال لك في حاجه اسمها ريديوست جلوتاثيون هيتحد مع المواد دي، المواد دي تقوم اكسده الجلوتاثيون بدل ما تاكسد السيل ميمبرين او الهيموجلوبين تاكسد ايه؟ الجلوتاثيون. والمواد دي تتحول ايه؟ لحاجات سيف، حاجات ما بتضرش الجسم. تمام. طب الريديوس جلوتاثيون ده
مش لازم يرجع تاني عشان يقوم بوظيفته. ما انت لو كل بقى حاجه جات لك في ضر جسمك حاولت تريديوس جلوتاثيون الاكسدايز وانت ما رجعتش الاكسدايز لريديوس تاني، خلاص انت جسمك كده الريديوس جلوتاثيون هيخلص منه. فلازم كنا نرجع الاكسدايز نرجعه ايه للريديوس. طب قال لك ايه اللي بيرجعه؟ قال لك في حاجه اسمها ناد بي اتش هي اللي بترجع الاكسدايز جلوتاثيون لايه؟ ريديوس جلوتاثيون. طب الناد بي اتش الجسم بيجيبها ازاي؟ قال لك والله ده في باسوي او يعني ايه يعني حاجه كده سلسله تفاعل كيميائي في الجسم بيسموه بنتوز فوسفيت باسوي. بنتوز ده نوع كده من الكربوهيدرات، فوسفيت باسوي. الباسوي ده ان شاء الله هتاخده بتفاصيله في الترم ايه الثاني، قصدي في سنه ثانيه في البايوكيمستري. الخلاصه الباسوي ده هو اللي بيطلع لك ايه الناد بي اتش اللي في جسمك. طب ايه بقى الفكره بقول لكم كل ده ليه؟ قال لك الفكره في ايه؟ ان الجلوكوز 6 دي فوسفيت دي هيدروجينيز ده هو الانزيم الاساسي بتاع الباسوي ده، هو من الاخر اللي هينتج لك الناد بي اتش ده. انت واحد ما عندوش الانزيم ده، حلو، بالتالي ما عندوش ده، بالتالي الاكسدايز جلوتاثيون مش هيتحول لايه؟ لريديوس جلوتاثيون. الريديوس جلوتاثيون كميته هتقل، فبالتالي تيجي المواد المؤكسده دي او المضره للجسم هتاكسد الخليه من غير ما اي حاجه تمنعها، وبالتالي هتضر السيل ممبرين والهيموجلوبين بتاع الار بي سيز. اتمنى تكونوا فهمتوا. تمام، يبقى كده احنا عرفنا الجلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز ديفيشنسي وليه الديفيشنسي بتاعته بتعمل هيموليتك انيميا، لان المواد المؤكسده دي هتدخل على السيل ممبرين، تدخل على السيل ممبرين بتاعنا تكسره، ولما تكسره هيضعف، فبالتالي الخليه تفرقع، لان السيل ممبرين هو اللي محوط الخليه، يعني لو ده فرقعت خلاص كل اللي في الخليه هيطلع بره والخليه هتتكسر. تمام، وطبعا ده الشرح اللي احنا قلناه من شويه. بيقول لك في حاجه على حاله اسمها فوفيزم، دي حاله يا جماعه يعني دي واحد عنده جلوكوز 6 فوسفيت هيدروجينيز ديفيشنسي، لما بياكل او بيشم البولينز اوف فافا بينز اللي هي فول الصويا تقريبا او الفول، بيزود عنده الموضوع ده، فبالتالي دي سيفير جلوكوز 6 فوسفيت هيدروجينيز ديفيشنسي انيميا. هيزود الميتهيموجلوبين، احنا اتكلمنا عن موضوع الميتهيموجلوبين ده قبل كده، اللي هو بيحصل اكسده للهيموجلوبين، والميتهيموجلوبين ما بيشيلش اكسجين، الهيموجلوبين العادي بس هو ايه اللي بيشيل اكسجين، فبالتالي انت كده ضربت الهيموجلوبين وزائد انها تروح على السيل ممبرين تبدا تكسر فيه، فبالتالي هتعمل لك هيموليسيز وتدخل في هيموليتك انيميا. ايه الجنرال فيتشرز بتاعتها؟ قصدي ايه اللاب بتاعها يبقى ايه؟ تبقى جنرال فيتشرز وجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز ديفيشنسي في الار بي سيز. يعني انت لو قست كميه الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز في الار بي سيز هتلاقي ايه؟ قليله. وشكرا.